حل حاجة، لأن في هذه الحالة سنكون أمام نهاية للحزب. نهاية للحزب. أول قرار يا سيادة الانتشار في حالة فوزك إن شاء الله هتاخده هتكون إيه؟ لم الشام، نبدأ صفحة جديدة، نفكر بفكر جماعي دون قرار فردي. الهدف الأساسي هو أن نصل إلى ما يصبو إليه الوفديون المخلصون لهذا الحزب، في أن نكون أمام حزب قوي فاعل لاعب دور أساسي في الفترة القادمة في الشارع السياسي المصري، لأن تلك هي إرادة الوفديين الأصلاء ورغبة وإرادة الشعب المصري. نعلق أملا كبيرا على حزب الوفد باعتبار أنه حزب الليبرالية المصرية، حزب الديمقراطية. لن تكون هناك ديمقراطية في مصر دون حزب الوفد.